هاد الكرش هادي مول القهوة، عنده 60 عام، عنده 60 عام. هاد الرجل يعني سيدير فيا خير. أنا ما عرفتش الرجل واش عينو فيا، أنا ما عرفتش الرجل واش عينو فيا. جمعنا سالينا جا عندي قال لي شفتي يا بنت الناس هادشي اللي 60 عام عنده في عمره كبير وبغيتو يشوفني في هذا. قال لي شوفي يا بنت الناس أنا ما تنديرلكش داكشي في وجه الله، أنا طامعة فيك أنا بغيتك، أنا طامعة فيك أنا بغيتك. بدات القصة ديال رجعت عند جدي مبغانيش، تما رجعت للفساد، تما رجعت للفساد. صافي اللي داني اللي جرني اللي تغتصفت في الزنقة، تغتصفت في الزنقة وما خلى ما وقع ليا. اللي مشيت صبرت لها، اللي مشيت خمدت لها، اللي وبغيتها تشوفني في هذا ما سمحت لها تعال قدام الله، حيدت لي حوايجي كاملين. سيدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا في مدينة خنيفرة في قصة ديال الملكة، قصة ديال الملكة، قصة غريبة بشكل كبير. ملكة عندها جوج وليدات ودابا حاملة بالتوام، المجموع هو 4 ما مجوجاش، وكل ابن عندها عنده قصة مع راجل. الحكم في الأول سهل ولكن من المفروض نسمعوا القصة. وديك الساعة كنختموا بتعليق المواطن، لكم حق في التعليق بطبيعة الحال. مشاهدين الكرام غادي نشوف ما حيتية القضية. ويلا غرورقة عيناك، يلا بديت والدموع بداو كيطيحوا. واخ عاودي لي يا ملكة، عاودي لي من اللي كانت عندك 15 عام. يلا رحنا في الدنيا كنقولها بالدارجة المغربية، اللي ما خرج من الدنيا ما خرج منها قيفة، فيها مزيان فيها الخيب. عاودي لي من 15 عام. انا يا خويا، انا خويا كنت الولداتني امي انا وخويا توام، وبغات تعطيني وبغى يعطيني امي وبا بغاو يعطيوني لمرا اخرى، شي مرا اخرى. وانا تجدة وقلت لهم اللي غتعطيوها لمرا اخرى واخا ما عنديش في حالتي نشدها. وهزاتني جدة وشدتني مربتني واخا ما عندهاش في حالتها، واخا مهم مهم كبراتني 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 جدتها. تولت عندي 15 عام، ملي عندي 15 عام ما تجدى صافي جلست عند جدي. ملي جلست عند جدي ناض جدي تزوج راجل كبير، قلت له مرت جدي ما شداش. يعني بديت انا وياها، راك عارف الصغار وراك عارف، بديت انا وياها ما يعني صافي نستعييت. مشيت عند والديا كان في العربية، جيت من مراق الموسليه، جيت كافنسور، كافنسور نواحيد خنيفرة، نواحيد خنيفرة. مشيت ديت راه تنعقل بحال دابا، ديت كيلو د الليمون، غير عطاوني لو جيه ديت كيلو د الليمون، ديت كيلو د التفاح. مشيت وصلت الباب، امي حسيت زعما بحال بغات تشدني. بلا قال لها تمشي ترجعي البلاصه منين جات، ما شدهاش، رجعت بحالي. تما بدات القصه ديال رجعت عند جدي ما بغانيش، تما رجعت للفساد. صافي اللي داني اللي جرني اللي تغتصفت في الزنقة وما خلى ما وقع ليا. اللي مشيت صبنت لها، اللي مشيت خمدت لها، اللي وجات عندي واحد البنت قلت لي هاد الحالة ديالك واش ما تمشيش عند واحد المرأة في عين اللوح. قلت لها نمشي، قلت لك عرفتي شكون هاد المرأة؟ قلت لها لا، قلت لي باترونة. قلت لها نمشي غير ما نجلسش في الزنقة، حيك عييت بالزنقة. قلت لها نمشي، مشيت عندها دوس عندها 10 سنين،
10 سنين كانت مني خدامه مني مهم مني كل شيء. تتقول لي جيت شري الذهب جيت شري هذه جيت شري هذه جيت شري هذه. المهم حتى دارت مني لاباس راه ديك الساعه راه مشيت عندها صغيره حتى دارت مني لاباس. هم اللي جات واحد شمن عام اجي شحال هادي شحال والله ما راه من اللي كانت عندي 15 قالت لي جات عند جات واحد اللجنه من الرباط خوات داك راه تكون غادي تسمع هادشي خوات داك داكشي ديال داكشي ديال العيالات. المهم خوات داكشي حتى واحد ما يبقى ناضو صحاب اللحي داروا الشكايه وهادي ما اش هزيت حويجاتي غير الحويجات اللي كان لبس. قالت لي ما تدي حتى حاجه وبغيتها تشوفني في هذا ما سمحت لها تعال قدام الله حيدت لي حوايجي كاملين. وملي شافتني شديت في الحويجات بغيت نهزو هزت المال قطع على تقليدي والشهادة ديال الله ما يعطيها ليا حتى شي هزت المال قطع وخوتو وقالت لي الا ما مشيتيش غادي نصيفط تنصاف انا مع الشمكريه خاصيت شي شمكري خرط لك وجهك ولا ندير لك شي مونتي فانا عندي الفلوس لاباس عليا. المهم جيت بحالي جيت من ديك المراه مشيت مراه اخرى تنتكرفس عاود كيما القاعده بحال هذيك بحال هذيك صافي تنتكرفس فين ما مشيت كنتكرفس فين ما مشيت تنتكرفس صافي حتى طبت بتكرفس وهزيت ولدت البنيه ديالي الكبيره ولدتها وزو وجلس وجلست خير الله ومشيت كاملاتي. دابا بقاي معايا في البنيه الاولى غادي تعاودي لي ملي حملتي وحملت عرفت وبلاتي باش نقادو السؤال عرفتي مع من حملتي ولا لا؟ عرفت هي عرفت ومشيت عند واحد المراه وقالت لك تجلسي عندي بقى هي حتى هي حتى هي باترونه قالت لك بقيت تجلسي عندي نقسم معاك بالنص وهادي وهادي. المهم جلسه عندها مشيت تدخل لي واحد الراجل ما عرفتوش واش مجهوش هو غير سيبني سير ولدي سير هو غير سيبني انا ما عرفتش واش مجوج. المهم تنجلس معاه تنجلس معاه عند ديك المراه دائما حتى هزيت حملت وعرفت انا مناش حملت منه حملت منه حتى يجي دائما. ملي قلتها له قال لي انا بنت الناس مجوج ما غاديش يعني عندي ولادي ومجوج ما غاديش ندير لك بنتك في الحدا المدنيه ولا صافي ديري شغلك. شيش من جينا هذه هنا عندنا في البلاد هنا في خنيفره هنا في قلموس من مورا هذه البنيه تزادت اه زادت عندك البنيه لا زاد عندي الولد. دابا هذا الراجل اللي دويتي لي عليه واش البنت ولا الولد؟ الولد البنت مزيان ولكن شنو هو اللي شكون الاول؟ البنت هي الاولى هي الكبيره والبنت هي اللي عاودتي لي على هذا الراجل تزادت مزيان دوزي لي الولد دابا نشوفوا البوا الثاني الولد عاوتاني صافي هزيت الكرش ما عقلت صافي ما اللي جا الولد ما عرفتيش بواه ما عرفتش باش الناس اللي متبعين معنا يفهموا مزيان دوينا على البنت تزاد قلتي الولد حتى هو هنا السؤال اللي غنقول لك ما حاولتيش قلبي على شي حاجه ترضي الله شي خدمه حلال شي مراه شي حاجه اللي يساعدوك شويه الناس كاين الناس اللي يخافوا الله تعيشي واحد حياه مستقره باش ما تزيديش تغرقي اكثر من هذه الحاله اللي انت وصلتي لها دابا ودابا عندك جوج توام وتا هما نفس الوضع ما حاولتيش ديك الساعه مالك اش غادي نقول لك اخويا مشيت للقهاوي ايه خدمت في القهاوي وتيطمعوا فيك صحاب القهاوي مشيت خدمت في القهوه درت الملوي درت الحرشه درت اللوبيا درت دابا اللي طمع فيك تمشي معاه لا تيقول لك جيتي تخدمي راه خصني نطيح معاك الا ما طحتش معاك الله يعاونك ما كاين حتى الاخر ما سيري الله يعاونك مشيت للجرادي خدمت في الجرادي خدمت في 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 القهاوي خدمت ما خليت فين ما خدمت اللي مشيتي عنده تصور هاد الكرش هادي مول القهوه عنده 60 عام بوت الدراري اه وعارفه مول القهوه خدمت عنده 6 شهور خدمت عنده 6 شهور تيشري للدراري ويشري لهم الحوايج ويصبطهم وهذا وتندير لهم الورحه
تنعجن 100 ملوية، تنطيب 50 في العشية و 50 الصباح، وتنخدم وتنقول أنا الخدمة تنخدم، يعني هذا الرجل يعني تيدير فيا خير. أنا ما عرفتش الرجل واش عينو فيا، قال لي غادي نرحل لك الراي، غادي نجيبك تسكني عندي. رحل لك الراي، جابني سكنت عنده، قال لك راه ويجيب لي الزرع ويجيب لي شحال من حاجه ويجيب لي، يزيغ هو ضمع فيا، انا ما فراسيش واش ضمع فيا. حتى لواحد النهار جا عندي، جمعنا سالينا جا عندي، قال لي شفتي يا بنت الناس هذا الشيء اللي 60 عام عنده في عمره كبير وبغيتو يشوفني في هذا. قال لي شوفي يا بنت الناس انا ما تندير لكش داكشي في وجه الله، انا طامعه فيك، انا بغيتك، عندي مرا كبيره مثلا مرا كبيره ما يعني انا وياها ما مهم، انا بغيتك تجلسي معايا ومن بعد غندير لك الكاغيط. قلت له خويا لا، وانا تيحسبني تدير معايا لاجار، انا تيحسبني كدير معايا، وراه ولادي راه البنت كتعرف حتى الولد كيعرف، وهادي راه بغيت زعما كما نبدل ديك الطريقه راه شنو وقع لي. وعاودت له قلت له اشنو وقع لي، ها الحاله ديالي اشنو راه الدراري غير عطاهم لي الله، راه شنو وقع لي شنو وقع لي. قال لي انا بغيتك للزواج، انا بغيت نتزوج بيك وها كيفاش وها كيفاش، مهم تكلا لي العقل ديالي. قال لي انا قلت السيد غادي يتزوج بيا، وقعت الواقعة. مزيان، انا بغيت نسولك على تكلا لي العقل ديالي، على هادشي اللي داز عليك انت دغيا غيتكل لك العقل؟ يلا وجاوبي. مرحبا، انا قلت غيدير معايا الحلال، وجاب المصحف بغيت يشوفني في هذا المنبر، وجاب المصحف حلف فيه، مازال عندي المصحف لدابا الان، بغيتي نوض نجيبه لك. جابو بغيتو يخرج فيه، وجاب المصحف حلف فيه، قال لي غادي نتزوج بك، انا ما نوياكش. واخا اللي وقعت الواقعه ديالك معاه بقيتي خدامه معاه مازال؟ علاش جيتك الهضره؟ المهم تقتو حبسني من الخدمه، وليتو بحال مزوجين. انا جيتك الهضره، حبسني من الخدمه وقال لي ما تخدميش، وجلست عنده في الدار، دارو نيت، قال لي ما تخلصي لا كرا لا والو، وجلست عنده وقلت انا الراجل على اساس بغى يتزوج بيا، راجل كبير راه عندي الدليل ديالو، عندي كل شيء ديالو. انا قلت انا الراجل بغى يدير فيا خير. شنو الدليل اللي عندك ديالو؟ عندي التصور ديالو، عندي الهضره ديالو باش يقول لي نتزوج بيك، ندير لك نبع لك، واش فهمتي؟ انا ثقت به، حك حلف لي المصحف ثقت به. النط شدتني الولاده، ملي شدتني الولاده صافي ما حمدتش تم، صافي زيد حوايجي. ملي عرفتي راسك حامله؟ ما عرفتش راسي حامله، مازال ما عرفتش راسي حامله، صافي نط زيد حوايجي. قلت له انت غير كتلعب عليا، هذا مهم، مع الحمل مع داك الشيء، صافي جيت بحالي. جيت بحالي، ملي جيت بحالي لهنايا دوزت شهرين، دوزت شهرين صونيت عليه في التليفون، قلت له فلان ها شنو راه مشيت درت التلفازه، ها شنو كاين. قال لي على غير انت اللي على غير انا اللي كاين، راكي هجاله، ما عندك ما تصورك، امني الله يعاونك ويعاونني. هادشي اللي قلتي لي دابا الاخر تصدمتي فيه انت ولا لا؟ كيفاش غادي تصدمي وانت بلاتي باش نقاد معاك، كيفاش انت غتصدمي في هذا الكلام وهو لقيت اللي كان مهتم لك بالوليدات قال لك انا ما درتش هذا الشيء لله؟ قال لي ولا حيت دخل لك الزواج من بعد؟ خلي الزواج، انا باش ضمعني بالزواج، وفاش حلف وفاش حلف المصحف. دابا جديد داز عليه، دابا شحال داز عليه؟ ها هادشي شحال دايز عليه دابا؟ دابا راه عندي 5 شهور في كرشي، 5 دابا اللي غتموت، نطلع في 6 انا ما قاريش. دابا انت قلبتي لقيتي راسك حامله بالتوام؟ لقيت راسي حامله، وفاش لقيت راسي حامله تصدمت. هو قال لك انا ما نعرفكش؟ انا ما عرفتكش، ماشي خينتي. قلت له نديرو التحاليل، انا الا ما كانوش دياولك مشينا للحبس، دياولك بغيتي حكي تزادو، لا عمر بيد الله، راه ديالك ما بغيتيش
راه خليت لك الله. انا غنسولك في حاجه اخرى، ندخل معاك شويه دابا للشكل الانساني. هادشي كل اللي داز عليك، ما عمرك انت في هاد الحياه كامله، في هاد المآسي اللي عشتي، كتب لك ربي شي ولد الناس بغالك الخير، ولا شي بنت الناس بغات تحتضنك، وشتي راسك انت ندمتي؟ راه العمق الصراحه مع الناس هو نقولوا اللي فينا خيب واللي فينا مزيان. شنو الحاجه اللي شتي واحد الباب وندمتي عليه، كتقولي كنت بعتو كان يقدر حتى كيبقى احتمال، يعني ضروري ما غيكون عندك شي خيط نقي تكملي به الحياه. وانت دخلتي في المتاهه بالدارجه المغربيه الزهر والنشاط والكوارث، بقيتي ضايعه تضعتي. مزيان، اعطيني هذا الباب اللي كان فيه ضوء كان يقدر يعطيك حياه اخرى وندمتي عليه. ندمت بزاف. اعطيني هذا الباب. شكون ندمت بزاف في هذا الاخر؟ مازال ديك الولاده الاخرى تنقول راه راني في وهذا الاخر ندمت. نعاود معك السؤال، ما عمر شي واحد جا دق بابك وشتي شي مرا ولا راجل بغي يحيد لك داك الشيء الخايب وتعيشي حياه والو؟ غير اللي كيجي يديني الفساد، اللي كيجي تصور تجي عندي مرا كتديني تتشري لي الحوايج كتماكيلي كتقاد لي كديني الطريق الفساد. ما عمر شي وحده جات بغات تنقدني. انت دابا هادشي اللي كتقولي انت عاجبك الحال باغي تمشي؟ ما عاجبنيش، راه ما عاجبنيش، تندير مستحيل على ولادي، ما عاجبنيش. انا كنتمنى شي ملي ولو عندك الاولاد هاد الخ، ما كاينش شي طريقه اخرى بشرع الله شي حاجه فيها الضوء هالفساد ولكن مشيت مشيت للفارم، مشيت للقهاوي، مشيت ما خليت فين ما مشيت. تصور المقدم ديالي جات ديك المعاونه ديال الكورونا، انا نهزو على رقبتي المعاونه ديال الكورونا، وجا عطاني المعاونه ديال الكورونا وقال لك وضمع فيا. هذا المقدم اش نقول له؟ خلي داكشي الاخر. هاد الناس ديال هاد المنطقه وهاد الجوي كيعانيو بزاف بحال هاد الحالات ديال شفتهم، انا شفتهم بزاف ما تيبغيوش يقولوا. مناش هادشي من الفقر ولا من الفقر؟ ما كايناش يقول اللي بغى يقول ويهضر اللي بغى يهضر، يقول لك واش شي وحده كتمشي بالجرعه ديالها يعني باغا داكشي ديك الطريق، راه ما كرهاتش، راه كتمشي بلا 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 راه تتمشي بلا خاطرها على المادة ما عندهاش. راه انا ملي قلتي لي هاد الجرأة ديالها يعني بحال كتقولي الاحساس ديالها، انا غنبقى معاك في هادي. هاد المده كلها اللي قضيتي في هاد العالم راك انت عارفه، ما عمرك بغيتي شي واحد حب واخلاص ونبني معاه ونصبر ليه ويصبر ليا؟ ما كاينش. تنقسم لك يمينا. بغيتي هو بغاك. تنقسم لك يمينا. هادي الشهاده ما تعطيها لي انت وما يعطيها لي حتى شي واحد. ما عمري بغيت شي واحد في حياتي. الله يسترنا، قلت هذا القلب عندك ما عاد كيدير. ما عمري بغيت شي واحد. علاش؟ إلا مشيت إلا مشيت دخلت في ديك الطريق عرفني غير بغيت نجيب ما ناكل. ولكن ذاك القلب ديالك أنت علاش ما تحركش؟ راه عطاه لك الله. والو. تنقسم لك يا مينا. ما عمرك حبيتي شي واحد؟ نون. صافي تعقدت من الصغر ديالي تعقدت. تصور تيجلسوا معاك أربعة خمسة ستة. تيتكرفصوا عليك. صافي تعقدت انا من تم. كاين اللي داك الواد، كاين اللي لقيتهم تيشربوا تيكبوا عليه، كاين اللي لقيتهم كي يعني اش غنقول لك شي حوايج. بصح انا ما غاديش ندخل في ديطاي لان باش نقولهم عرفت انا ما غاديش نقبلهم. اما يعني تتكرفس عليك من كل حاجه. الواد هادشي درتي به الفلوس انت؟ ها؟ درتي به هو؟ ها؟ هاد الفلوس اللي قلتي واللي انت كتمشي. شحال كيعطيوني؟ شحال كيعطيوني؟ اللي بغى يعطيك تيعطيك، وكاين اللي ما تيعطيك حتى ريال. ويلوحك تيقول لك جمعي راسك ما تقصريش، ولا رجعتي عنده تقولي له سميتو يعطيك الترفيق. تصور تلقى الروك يقولوا لي هاكي تكمي، تنقول لهم لا. انت ما تتكميش؟ لا هذيك هي اللي ما كميتي ما شربتي؟ شربت. والقارو لا؟ لا شربوه ليا، شربوه ليا وعراوني وحيدوا لي حوايجي وما خلاو ما داروا ليا. ربي اللي عزيز يوم وين القارو ما كميتش، كون كميت دابا كون حصلت.
ندمتي بزاف. وواحد الحاجه اخرى ما سمحتش لوالديا، يعني كون حضنوك والديك في الصغر ما غاديش توقع لك هادشي. تصور دابا اختي تدوز من هنا، لا دابا راه ما ترقد لا الجنه نطيب لا حتى حاجه، الا خرجتي دابا الجيران وسوق لهم هما اللي سيعطيونا الخبز. ما قديتش واحد نص عبره ديال الكماح، ما قديتش يعني باش نغسلها باش نطحنها باش نعجنها. تقلبي على جمعيات يساعدوك؟ ما قلبتش جمعيات قالوا لك علاش دخلتي هادشي للفساد هنا في خنيفره؟ قلت دابا راه دابا داكشي اللي كاين كاين، دابا حنا تنقلبوا على الحل. قلت لهم الا بغيتو تساعدوني غير في وجهات الصيفه اللي فكرت في وجه هذوك الدراري. امي انا عرفت راسي تنطلب الله يسمح لي. باش ولد هادشي كله اللي عانيتي انت، يلا عندك 34 عام. عانيت بزاف من الصغر ديالي، من الصغر ديالي دابا تعقدت، دابا تصور راه تعقدت. بغيتي تعطيني من قلبك النصيحه اللي بغيتي للبنات؟ مرحبا. ديريهم خواتاتك. مرحبا خويا. وديريهم واللي تبغي لبناتك. مرحبا. شي نصيحه باش ما يدخلوش لهادشي، هالنتيجه هاي. مرحبا. يلا. انا تنتمنى اي وحده تشوفني في هذا المنبر ما تدخلش لهاد الميدان. يعني كاينه تتكون بنت صغيره عند والديها واكله شاربه مصبطه كل شيء، يعني تاكل لها شي واحد المخ ولا، راه تنصحهم اي وحده ماشي غير وحده ولا جوج ولا، راه ما تمشيش لهاد الطريق، راه غادي غير تكرفس. راه هاد الطريق ما تبغيهاش لعدوك، راه ما تبغيهالوش، هاد الطريق خايبه. كاينين البنات بزاف هنا عندكم في هاد المناطق هادو كيعانيو بزاف 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 وصابرين. راه الا ما درتش هاد الشيء ما تاكلش الخبز. كاينين بزاف، واللي قال لك ما كاينينش كذب عليك الكاذب، كاينين ومازال كاينين. الا ساعدوك الناس، الا كتب ربي، حنا في الدنيا نقدروا نخطئوا ونقدروا تكون عندنا حاجه مزيان. ندمتي ساعدوك الناس، واخا ساعدوك الناس، ساعدوك جمعيات، اهتموا بالموضوع ديالك، واش تشوفي حياه اخرى وتوبي الله عز وجل وتشدي واحد الحياه. عمري ما نعاود ندور بديك الطريق ابدا. ونصح خواتاتي حتى وحده ما تمشي في هذا الطريق. عندك خواتاتك وخوتك وقلتي لي عندي خويا توام انا وياه ما تيشوفوكش. لا اختي تدوز دابا من هنا ما تتهضرش معايا، قالت لي شوهتينا علاش رميتي راسك في اليوتيوب؟ علاش عاودتي الماضي ديالك؟ وبت عندها جوج دليلات وجرت عليا. خويا دابا الا ما الا جوج دراري في كرشي و دراري اخرين، الا ما قالت لي الا ما عطيتينيش الفلوس تخرجي للزنقه، ما عنديش دابا الشتا والبرد وهذا، ما عنديش فين غادي نمشي. شنو قالت لك؟ قالت لي مولات الدار، قالت لي الا ما عطيتينيش سيري بحالك. شحال كاريين؟ 12000 ريال. هاد البيت؟ هاد البيت. قالت لي الا ما عطيتينيش سيري للزنقه انا ما عنديش منين غادي نجيب لها داك الشيء. قالت لي سيري جمعي حوايجك وسيري بحالك. عليك الله يفرج عليك يا رب، ما قدرتش نكمل معاك والله العظيم. كاين الله عز وجل الله يغفر لنا ولك وجميع المسلمين. شحال من واحد صنع عليا تنتمناهم، شحال من واحد صنع عليا وجرحني، كل واحد واش كيقول وكل واحد واش كي. شي فيديو كنتي درتي؟ درت جوج فيديوهات. صافي بلا ما تقولي لي فين درتي. شحال من واحد عيط عليا واش ديري واش تجي عندك واش تجي عندي واش ندير لك هكا واش راه كنتمنى اللي ما عنده ربي ان شاء الله تعالى غادي يكون المغاربه. شوف ضروري من شي حاجه خطا ولا تبعي معايا، غير كاين الناس اللي عندهم ضمير. انا معاك وانت كاتب. كاينين اللي صبروني وكاينين اللي قالوا لي هضره مزيانه وكاينين ربي اللي غادي يخلصهم. الله يفرج عليك يا ربي. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا قصه ماساويه في التقديم، قلت نسمعوا القصه. طبيعة الحال كيبقى التعليق المواطن من جميع النواحي، الأسباب والمسببات تختلف، ولكن اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقيبة.
المكتب كاين جوج ديال الوليدات، البنت اب علامة استفهام، الابن كذلك، ودابا حاملة بجوج كما رواة القصة. كنطلب الله عز وجل وجل المغاربة أننا نضافر الجهود بيننا، نساعد ملكة وفق المستطاع، لا الحق كإنسانة، وهذا هو دور المجتمع المدني سواء في خنيفرة ولا في المغرب والجالية المغربية بشكل خاص. فهذا الأخت يقدر يكون أي واحد كيقدر يخطأ، وأي واحد طبيعة الحال الله عز وجل يطلب الله وربي هو القادر يتوب عليه ويعيش حياة مستقرة في الدنيا. هي تحملات هذه الحياة ودابا في 35 أو 34 سنة والحياة تستمر. تقدر هذه الإنسانة تشوف حياة أخرى من هذا الفيديو، وهذا شيء أتمناه. كل من ساعد هذه الأخت الله يقبل أجره عند الله عز وجل. أنا كنت واجد في مدينة خنيفرة وسمعت بعض القصة ودوات معايا في الهاتف، قلت لها نجي لعندك، لأنه نوعية الملف ناخذه من جميع الزوايا. ولكن هي ضحية آش، هناك بعض الأخطاء تحسب لها وبعض أخطاء أخرى كانت ضحية وضع عائلي في نوع من التصدع. الله عز وجل هو اللي كيغفر الجميع. مشاهدينا الكرام، قصة مأساوية ودابا حاملة بالتوام، تا هما الأب في خبري كان غادي نوضع رقم الهاتف ديالها، والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. مشاهدينا الكرام، منين بديت منين غادي نختم؟ تعليق المواطن. شكرا لكم.